مدينة. ناوية تعملي ايه تاني؟ يعني انتي اخدتي مرحلة الامثال الشعبية، هل كده خلصتيها ولا لسه في امثال تانية؟ لا لسه في حاجات تانية زي بس مش الامثال بس، يعني الفترة اللي جاية انا اتمنى ان انا ابدا، يعني على الشهر اللي جاي لو ما كانش هيبقى مع بداية السنة هعمل حاجة جديدة ليها علاقة بالكتب التراثية الكبيرة اللي مش الناس كلها بتعرف تقراها ولا بتبقى سهل انها تفهمها. تلخصيها؟ هتبقى حدوتة حلوة قوي. يعني انت هتكملي في موضوع الحواديت ده؟ جنبه بعمل حاجات تانية، يعني قبل كده كنت بعمل حاجات مثلا ليها علاقة بالعلاقات ما بين الولاد والبنات، كان برنامج اسمه ذكر البط. ذكر البط؟ البطة. البطة؟ ذكر البطة؟ ذكر البطة. ده عبارة عن ايه؟ حلقة عن الذكر، حلقة عن البطة. يعني كل حلقة كنت بتكلم فيها على الاكستريمز في الولاد والاكستريمز في البنات، البنت الزنانة حلقة، الولد العضلات حلقه، اللي مش فاهم يعني دايما كنت على الاكستريمز، كان اسمه ذكر البطل، فده كان بعيد خالص عن حلو قوي.